بدبلوماسية مساء الخير. لم تبصر الحكومة النور عشية السنة الثالثة لعهد فخامة الرئيس كما كان مأمولاً، لكنها لن تتأخر كثيراً كما يؤكد العارفون. يطفئ رئيس الجمهورية شمعة السنة الثانية من العهد على أسئلة من نوع ماذا أنجز وماذا سينجز وبماذا سينجز بعدما صارت السلطة التنفيذية مناطة بالحكومة بعد اتفاق الطائف وقد صار دستورا. أما الحكومة فقد صارت بمفهوم حكومة الكل أشبه بمجلس حكم فيدرالي يعطل الديمقراطية البرلمانية التي يقوم عليها نظام الحكم في لبنان وفي الحكومة. أي حكومة؟ حكومة الوحدة الوطنية، حكومة التوافق الصعب والمكلف والفراق أصعب ويلامس حد الخطر. فقبل أن يسأل العهد عن الإنجاز يجب السؤال هل يحتاج العهد إلى إعجاز لينجز أكثر من الاستقرار والاستمرار وعقد النية على اقتناص الفرص للبناء والإصلاح؟ هل يمكن الجمع بين التوافق الصعب والإصلاح الأصعب؟ الإصلاح الذي يحظى بالتوافق يعني أن الفساد يتيم بلا أب بين الذين تعاقبوا على حكم البلد ولا زالوا يتعاقبون. أنجز العهد في سنتين عدت الاستقرار الأمني والمؤسسات فحرب الجرود إنجاز إلى حد الإعجاز وحماية وتحصين البلد بوجه خطر الإرهاب والفتن في منطقة الزلازل والبراكين أكثر من إنجاز ونصف. ونصف إعجاز برأي مؤيديه وبعض منتقديه أيضاً. وأنجز الانتخابات وقانونها قبلها والموازنات المعطلة منذ سنوات وصارت من المسلمات. فماذا عن القادم من التحديات؟ العهد وعد واللبنانيون يثقون بسيد العهد الذي يطل عليهم غداً بحوار مفتوح وهم يرونه ووعدهم بالأفضل وممنوع أن يفشل. فماذا تقول السياسة؟ بدبلوماسية مع رفيق درب اتفاق الطائف وحكوماته وبرلماناته دولة الرئيس إلي الفرزلي، أهلا وسهلا بك معنا. أهلا فيك. أهلا وسهلا بحضرتك. دولة الرئيس، ماذا يعني لك أن تتحدث اليوم عن عهد ميشيل عون بعد سنتين من انتخابه والتحديات كثيرة والحكومة ننتظرها ولن نتحدث عنها بالبداية أصلا، ولكن ماذا يعني لك أن تتحدث عن عهد من هذا النوع؟ أولا يعني جميعا نعلم، وهو أمر خير خاضع للنقاش يعني، وما علي إلا أن أكرر بعض الكلام حول هذا الموضوع. جميعا نعلم أن دور رئاسة الجمهورية بعد اتفاق الطائف وبالتالي بعد الدستور اللبناني الجديد دور أصيب بنكسة حقيقية، خصوصا عندما نعلم أن اتفاق الطائف، وأنا ضد تسمية بعد اتفاق الطائف اليوم في شيء اسمه دستور الأمة، دستور الوطن، ما بتقولي دستور الطائف، هذا أمر معين. بس بالرغم من هذا كله لسلامة البحث وموضوعيته، نحن نعلم بصورة واضحة ولا لبس فيها ولا باب أن رؤساء الجمهوريات المتعاقبين سواء أثناء الوجود السوري الذي كان يحاول أن يؤمن ويعطي شحنات من الدفع لرئيس الجمهورية، أو عام 2005 أو بعد 2009، هي أدوار لرؤساء لم يكن باستطاعتهم أن يؤمنوا الدور المطلوب القيادي والريادي كرئيس جمهورية يمثل مكون حقيقة انطلق من المكون إلى رحاب الوطن وبالتالي أمن الشراكة الوطنية الحقيقية في البلد. بتعبير آخر، أنه لم يكن باستطاعة هذا الرئيس أو ذاك أن يكون الحارس الأمين الحقيقي بحكم قسمه الدستوري للدستور اللبناني وبالتالي للعبة الشراكة الوطنية في البلد. هاي قولا واحدا يعني، وهذا أمر غير خاضع للنقاش أقله معي. نحن أدرى وقد سألنا بنجد أطويل طريقنا أم يطول، لذلك هذا موضوع شو بدك.
طيب إذا كانت القصة هيك، أول عمل، أول أمر تم بصورة أوتوماتيكية لا يرتئي لا يشك أنه عندما استلم فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية عماد موشيل معاون سدة الرئاسة، في اللحظة ليل نفسها تكوكبت حول الرئاسة كل عمل السلطات الدستورية. لم يعد هناك قدرة أو إمكانية أو حتى رغبة على ما أعتقد أن يكون هناك عمل مؤسساتي إلا ويمر عبر رئاسة الجمهورية التي هي رأس الدولة، ورئيس مجلس النواب هو رأس السلطة الاشتراعية، ورئيس مجلس الوزراء هو رأس السلطة التنفيذية. الأمر الثاني الآخر الذي تم أيضا بصورة أوتوماتيكية أنه في الحكومة الأولى التي شكلت، تتذكر أن 15 وزير شكلوا تمثيل للمكون المسيحي تم تسميتهم من زعماء مسيحيين، وهذا أمر لم يكن يتم منذ عام 1991. كأنك تقول أنه حمل حقوق، يعني حمل حقوق المسيحيين. طبعا أنا مش كأني أقول. أقول وبقوة لا مثيل لها أن عملية إعادة تصحيح تمثيل المكون وقبل قانون الانتخاب، انتبه، قبل إجراء قانون الانتخابات النيابية، قبل تعديل قانون هذا المسخ قانون 60 الذي حاول أن تحميه بعض العقول المسخ، هذا الموضوع في غاية الأهمية يجب أن يدركه القاسي والدامي. ألا تضعفون موقع فخامة الرئيس عندما تصرون أنه هو يقوي المسيحيين؟ أطلاقاً. يعني أطلاقاً. لماذا تحاصرونه بهذا الدور؟ مش محاصرة، هذه حقيقة القصة. وكل وهم وتجاوز لحقيقة واقع الكيانات المذهبية والطوائفية بلبنان من كل أن نرتكب جريمة بحق وحدة البلد وبحق هذا الواقع الأليم الذي نعيش. شبل داموس كان يقول بعد ما تصدق الدستور اللبناني، أنا يعني عم بحكي بهالموضوع بدك تسمح، يعني نعم. ما حدا يعني 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 مسألة الوطنية ما حدا يزيد علينا بهالنقطة. شبل داموس كان يقول بعد ما صدق دستور 26 الذي كتب في بيته بشق بقسم كبير منه، كان يقول إني أكره الطائفية والطائفيين ولكن إياكم أن تتجاوزوها لئلا تقعوا فيها فتتمزق الوحدة. فكيف بعد الطائف الكريم وكيف بعد الأحداث الأليمة؟ والذي نرى ما نراه اليوم، كيانات مذهبية بامتياز، كل كيان له حدود وأعلامه. طيب أنت تفتح من حيث لا ندري اتفاق أعلامه أنه سحب حقوق المسيحيين وسحب صلاحيات رئاسة الجمهورية. لا مش عم بحكي باتفاق، وإجا اليوم الرئيس ميشيل عون. لا مش عم بحكي باتفاق الطائف أبدا معك، ولكن الفرصة اليوم تعزيز حضور المسيحيين. روزانا 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 تكي يا روزانا نعم. أنا ما عم بحكي هلا باتفاق الطائف، هلا بجيلك لاتفاق الطائف. أنا عم بحكي بحقيقة الواقع الذي نعيش على الأرض، كيانات مذهبية بامتياز، واضح في شك بالموضوع أبداً. حدا من اللبنانيين بيقدر يرفع أصبع يقول هذا كلام غير صحيح أبداً. طيب هذه الكيانات المذهبية في مواقع ميثاقية بالبلد، في موقع رئيس مجلس النواب هو موقع ميثاقي هذا يمثل الطائف الشيعية الكريمة. أنا ما بقدر أقول كنائب رئيس مجلس النواب الذي انتخب كالرئيس واللي نفس الصلاحية الرئيس في حال غيابه أو تعذر القيام بواجباته، بيجي بقول إذا غاب الرئيس لا سمح الله لسبب أو لآخر، قول أنا بدي كفي مدة الأربع سنين تبعي، يكون صاروا سنة بدي كفي ثلاث سنين. لا، لأنه هذا موقع ميثاقي يخص الطائفة الشيعية، دور نائب الرئيس أن يذهب لتوفير الظروف المناسبة لإجراء انتخابات رئاسة مجلس النواب فورا. رئيس مجلس الوزراء هو موقع ميثاقي، عيد هيك قلنا يجب أن يمثل المكون الذي ينتمي إليه. وين التركيب المسيحية؟ في مسيحيين بالبلد، طائفة تأسيسية ومؤسسة للكيان. طب أنت يعني أنت رئيس الجمهورية من حيث لا تدري تستهدف العهود السابقة، انت عم بتقول لاول مره تم تصحيح مش التمثيل المسيحي وانت ترفض اصلا ربطه بالطاقه مش حيث لا ادري من حيث ادري عن سبق اصرار من حيث تقصد من عن سبق اصرار وتصميم شو ادري ما انا شو اي عهد سابقه ما بقى. ولو يا روزانا ما انت نعم انت فهيمي شو ده
طيب ما بدك بدك توجه الوجه. لا بدي لا مش بوجهنا علنا بسميهم بالاسم. ما بعرف وين كيف كانت القصة تتم وشو تتم وكيف تتم شو القصة من تحت ومن فوق. طيب تصحيح التمثيل للمسيحيين هذا تم أول تمثيل التمثيل أوتوماتيكيا كان قبل شو يصير نص هؤلاء الوزراء المسيحيين يسموا ويستولدوا بكنف زعمات الطوائف الأخرى. لا جزاء ولا شكر. طيب وإس فتحت معركة أقول انتخاب نيابي جديد بدك تعملي انتخابات نيابية تعمليها على أساس أنه 60 أو مفروض الحدث الأكبر والأهم. ممكن أعلق بس على هيدا النقطة عم بتقول أنه كانوا يسموا وتحت كنف الطوائف الأخرى. في ناس ممكن ترد عليك أنه حتى التيار الوطني الحر ورئاسة الجمهورية يلي هي انبثقت عن التيار الوطني الحر دعمت كمان من حليف قوي وهو حزب الله وصارت يعني عندها هيدا التغطية أنها تناور وتفاوض وترجع تعمل هيدا التمثيل. هذا تحالف سياسي وهو غطى حزب الله. طبعا شو لك شو كيف هو غطى حزب الله كم ليش المقاومة 2006 شو صار؟ لهي الحرب 2006 شو صارت كلها سوا؟ شو كان عنوانها؟ الإيقاع بين المكونات، تدمير الطائفة الشيعية الكريمة، تهجير الناس، رفض استقبالها في المناطق الأخرى وإلقاء بين المكونات. هذا التحالف الذي كان قد صدق والاتفاق كنيسة مرمخال الذي كان هو الذي هيأ الأرضية الصالحة للاحتضان الكبير فصنعت وحدة البلد. طبعا شو لك ليش هلا بالمؤتمرات الدولية وبالمعالي الدولية مين أبي غطي؟ من هو هذا سبع البرمبون بالبلد اللي بيقول إنه قام غطى غير رئيس الجمهورية بالأمم المتحدة؟ نعم. ورد مباشرة على ترامب. من هو هذا البطل بلبنان اللي بيقول لي في غير ميشيل عون عمله؟ لك من هو ما يرفع أصبعه ما يفرجيني حاله؟ شو نضحك بعضنا بالقصة؟ طبعا على كل حال نعم كي لحتى نكفي المسير هذا الموضوع مشي. بدك تعمل انتخاب قانون انتخاب فكانت الحرب الكبرى تأخير 8 أشهر لكي يأكلوا من العهد ويقضوا من العهد الأيام والأسابيع مهمة والأشهر. النقطة طبعا طبعا نحن بعد سنتين ناطرين حكومة العهد سبق إصرار وتصميم كان التأخير وكانت هناك محاولات لإبقاء قانون 60 فيعاد إنتاج خريطة برلمانية على قاعدة أكثرية نيابية شبيهة للانتخابات التي جرت بال2009 وللانتخابات التي جرت بال2005 تحت عنوان Elections Now 17 نائب مسيحي من أصل 124-28 انتخبوا بالسنة 2005 وبال2009 32 أجل القانون الأرثوذكسي حطوا الأمور بالنصابة طرحوا الأمور بالصراحة كما يجب على اللبنانيين أن يصارحوا بعضهم والبعض بكل كبيرة وصغيرة فكان من نتائجه أن صدق قانون جديد قائم على النسبية. نعم. هذه النسبية التي أصبحت الأساس في حياتنا العام سمي لي على مدى من سنة 72 لا بل قبل من 68 و69 و70 وما بعد قتال الحركات اليسارية والتقدمية والحركة الوطنية تقاتل بدا نسبية مش هيك سميلي خرق هالقد عم نعمله هالقد لم يستطيع أحد لبل بالعكس عادوا وأمعنوا في الستين وأمعنوا في قوانين انتخابات متتالية أيضا مسخ وطائفية ومذهبية إلى أقصى حد وأنا بعرفها وبعرف كيف تركبت ما حدا بيقدر يقول لي لا رئيس تصدق قانون هذا القانون هو الذي أحدث الثورة الحقيقية في لبنان أعاد إنتاج تمثيل المكونات بصورة سليمة وهو قابل للتطوير ويجب أن يطور وهذا موضوع آخر نبقى منحكي فيه سواء بالحديث أو بلقاءات أخرى. نعم. لحجينا نضل نطلع سوا يعني. يلا بلقاءات أخرى وبالتالي نحكي بالموضوع على أمل أنه هذا قانون انتخاب يصحح المكونات نعمل قانون الانتخاب. نعم. بدل ما تتم قانون الانتخاب يتم الانتخابات بتشرين الأول بتشرين الثاني لأيمتين الأدفي لأيار لا يأكلوا سنة تاني من العهد. تتحدث عن أشياء خطيرة جدا خطيرة. واللي عم تحكي معهم يشاركون العهد اليوم
اللي عم تحكي عنهم واللي عم تقصدهم كلهم موجودين بحكومة الوحدة الوطنية. أنا بحكيكي عن حكومة الوحدة. وكلهم بيقولوا نحن مع العهد ومع الوحدة الوطنية ومع العيش المشترك. إيه؟ شو أنا قاعد عم بحسب حساب شو بيقولوا مين في بالعهد؟ طب مين هن الذين يوهمون العهد بدعمه؟ أنا منيش أمام قاضي تحقيق، أنا أبحلل وحلل سياسي. نعم. مش أنا واحد أنا عم بعطيكي وقائع مادية، عم نعمل استذكار، أنت عم تحكيني عن سنتين من تاريخ العهد، عم بعمل لك استذكار واضح، شريط وقائع مادية لا لبس فيها ولا أبد. استمر هذا بعد الانتخابات؟ طبعاً. إيش للحكومة هذه؟ تألفت حكومة بعد الانتخابات النيابية، لا ضلت لا انتخابات رئيس الجمهورية قال لهم يا عمي هذه ليست حكومة العهد الأولى، أنا عهدي بيبتدي من تاريخ ما بنوجد قانون انتخاب نيابي جديد يصحح تمثيل المكونات وينقل البلد من وضع لوضع. إجا تأليف الحكومة بعد أن شكل كلف دولة الرئيس سعد الحريري، بلشت الحرب، حرب عالمية بد عن سبق إصرار وتصميم مو منهجي، هدفها خلفياتها المحلية والخارجية هي كيفية إجهاض نتائج القانون، نتائج الانتخابات النيابية، إجهاض الخريطة البرلمانية الجديدة التي أنتجت هذا المجلس الكريم، وبالتالي تأليف حكومة لا تتناسق وتتناسب مع الخريطة البرلمانية، وبالتالي إعادة كمش العهد ومحاولة إجهاض ما تبقى من سنين العهد. طبعا استعمل من أجل هذه الدعايات شتى أنواع الأمور، وصلوا لوقت يهددوا بالدولار، يحرضوا الناس على الدولار، يحرضوا الناس بلقمة عيشهم. في عندهم خبرة من سنة 91 وثورة الدواليب، بعض مدراء البنوك كانوا يستدعوا العالم انه الدولار في خطر عليه يروحوا يشتروه، وهذا ما في شيء منه لأنه حاكم البنك المركزي إذا حسم الموضوع بشكل واضح. فسقت العالم، بلشت الحرب، لا والقصة جبران بسيط، بس الوضع الاقتصادي جبران مش اختراع بسيط. هذا يعني موضوع تاني. هلا بوصل لك، هلا بوصل لك إيه. أنا عم بعمل لك عرض لنذكر الناس بصورة علمية ومنهجية كيف القصة البانوراما ماشي. نعم. بلشوا بالأول بجبران بسيط مع حفظ الألقاب، جبران بسيل ما كفيل وغليل ما تؤثروا علي بشيء، رفعوا السقف، بلش الدق بفخامة رئيس البلاد حتى في بعض الممارسات اللي صارت، ولكن كل هذا ذهب هباء منثورا. رجعوا بالآخر لكي يرضخوا للحقيقة القائلة أنه لابد من حكومة تعكس نتائج الانتخابات النيابية البرلمانية. شو؟ البرلمانية. شو يعني البرلمانية؟ هيدي الحكي أنا أخذت شعبيا هالقد وهون زيادة وهون بالناقص. بالبرلمان دستورنا حكي عن نظام ديمقراطي برلماني، ألبس الديمقراطية لبوسا برلمانيا، هي عدد النواب، فيك تحكمي 4 سنين بنائب زايد وأكثرية نائبين، هاي البرلمانية. إجوا، وهذا اعترف فيه أيضا الرئيس الحريري بإطلالته المشهورة من السعودية مع سمو ولي العهد، بس قال من نألف حكومة مع فخامة رئيس الجمهورية تعكس شو نتائج الانتخابات النيابية. فكان أنت هذا أول الاعتراف. أنت أول من طرح فكرة الأكثرية والأقلية في تمثيل الحكومة الحالية يلي نحن ناطرينها، بس هيدا الكلام بيتناقض مع الحكي اللي عم بتقوله. حكومة تنسجم مع نتائج الانتخابات هي حكومة أغلبية وأقلية، يعني بنظام ديمقراطيات العالم. وأنا دائما بحاول أني استفسر من أي قانوني من أي شخص موجود معنا، كل ديمقراطيات العالم تعتمد على أكثريات وأقليات. صحيح. إلا عنا هون. صحيح. حكومة الوحدة الوطنية أليست مخرج لإنقاذ الخاسرين؟ طبعا هي أحد وسائل، أي أحد أسماء بجانب منها، هي وسيلة من وسائل الإنقاذ، ترتيب وضع الخاسرين لا شك. ليك طيب ما عم ننفذ نتائج الانتخابات؟ لا بلا، لقلك كيف. لقلك كيف شو المقصود بكلمة انتاج. أولا معك بالمية مية أنه أنا أعلن علنا عروس الأشياء، أنا مؤمن بالنظام الديمقراطي البرلماني، والحقيقة المطلقة
أنه يجب أن يكون هناك أكثرية ويجب أن يكون هناك أقلية. دور الأقلية مراقبة الأكثرية بحكمها، وفي لعبة المساءلة والمحاسبة، ومجلس النواب هو أم المؤسسات الرقابية، تحته تقع كل المؤسسات الرقابية الأخرى. إذا ما مارس دور الرقابة مجلس النواب تتعطل كل مؤسسات الرقابة. وهذا الإصلاح حاول بده يتم، كيف بده يتم الإصلاح؟ لأنه الفساد بالشخص بتقوصي عليه بتقتليه. حتى الدكتاتوريات العاتي بس اجت لتقول انا اعدامية وانا اعمى ما بشوف، انا ضراب السيوف، مارست اول شيء بسطت العالم اول مرحلة، مثل ما شفنا مؤخرا شو صار ببعض الدول، وإس بعد شوي صفتي الفاستي ما حدا بيحسبها. بينما لعبة النظام الديمقراطي البرلماني الفساد قائم، بتضل صراع المؤسسات مع بعض البعض، تمعس الفاسدين بالطريقة الديمقراطية السليمة والصحيحة عبر منطق دولة القانون وسيادة القانون. كيف نقنع الناس أنه حكومة الوحدة الوطنية ترجمت ما وضعوه بصندوق الانتخاب؟ أنا ما وصل لك لأشرح للعالم القصة. هلأ بس طلعت الانتخابات شو صار يا روزانا؟ نعم، تتذكر المقال الأمريكي المشهور اللي وراه واللي وراه مطابخ، اللي وراه مكاتب، اللي وراه مؤسسات، اللي وراه أجهزة. إن هناك أكثرية برلمانية نتجت ألفت، ولكن بسيطر عليها حزب الله. صحيح، بعض الكلام صح؟ مستمر. تتذكر يا دلما؟ هذا شو كانت غايته؟ هذا البدء في لعبة التدخل بمسيرة تأليف الحكومة. وأثبت المجلس النيابي أنه ما في سيطرة لحزب الله على أكثرية برلمانية. بارح وقت تصديق القانون المتعلق بانتشار الأسلحة والحد من الانتشار الأسلحة، حزب الله أخذ موقف ضد الموافقة على القانون. بقية الكتل الحليفة لحزب الله صوتت معه وبعضها امتنع. بقضية أخرى أحد النواب حارب الرئيس الحريري بمسألة معاهدة $200 مليون الدينة. حزب الله مشي مع الرئيس الحريري مثل ما نحن مشينا. لذلك هذا موضوع غير صحيح، قضية أنه هناك سيطرة، هاي كلمة سيطرة لحزب الله. بدي أتحدث عنها لأنه الأمين العام للأمم المتحدة تحدث اليوم عن مخاطر وجود حزب الله في هذا البلد، لأنه قادر أنه يشعل حرب. بدي أتحدث عن هذا بالمحور الخاص. بنحكي ما أنا ليش أم بشرح لك بأدلة، حتى إذا في شي سفارة أو بيترجموا بالسفارات أو بيكتبوا يسمعوا يحكموا الكلام. نعم. أنا بعرف أنك أنت بتعرف شو أنا أقول لك هون، أقول لك أعوذ. لا أنا أتشرف أني أسمعه المرة واثنين وثلاثة من حضرتك. هيدي القصة حبيبتي هذا مش مظبوط. إجت قصة تانية، تدخل الإقليم مباشرة بأنه لا، ممنوع تتألف حكومة إلا بأن تضم كل الأطراف، وعبر عنه. أنا شخصيا أثناء المشاورات الكتل النيابية، وأنا أنتمي لتكتل لبنان القوي وأنا ملتزم بقراراته بالآخر طبعا، ولكن أنا أبديت برأيي قدام الرئيس الحريري بالمشاورات، لأني حضرت معه كنائب رئيس مجلس لبنان بصورة منفردة. قلت له أنا رأيي تأليف حكومة أكثرية وأقلية، اذهب بهذا الاتجاه يا دولة الرئيس، خلينا نعيد للحياة البرلمانية والحياة الديمقراطية بالبلد. شو قال لك؟ قال لي يا إلي لا، نحن مجبورين ومصلحة البلد تقتضي جمع كل الأطراف بائتلاف وطني واسع. هوني لا حول ولا قوة. وأبديك تألفي بائتلاف وطني واسع، شو نتائج الانتخاب؟ هو أنك تراعي حقيقة التمثيل تبع الكتل في المجلس النيابي، تعكسيها بحكومة تأخذ. أنا ما بفضلها، وأنا سأعبر عن ذلك علنا في كلمتي في المجلس النيابي أثناء مناقشة البيان الوزاري، لأنه آليت على نفسي أن أذكر دائما بضرورة إعادة إنتاج وأحياء النظام الديمقراطي. طيب، البرلماني في هناك لبنان، هناك من يعتقد أن كلمتك هو الضماني مش بس للبنان الوطن المميز، أيضا للطوائف بلبنان. هناك من يعتقد دولة الرئيس أنه كلمتك أنه نحن بإمكاننا أنه نذهب لحكومة أكثرية عطت دفع
وعجلت بالتفكير الجدي بأنه يا إما مندخل على حكومة سريعا يا إما في ناس رح تكون برا الحكومة. ايه طبعا. كنت عم بتهدد بهداك الوقت؟ ايه طبعا، مش أبهدد بس كنت مدرك أنه هذا الكلام يحمل في طياته مثل هكذا نتائج. طبعا في ناس بدها تبقى برا، ولحتى طمن البعض الذين ظنوا هيك وهجموني الله يسامحهم. عرفتي علي كيف؟ بس عطت نتيجة. شو عملت؟ طبعا عطت نتيجة. طبعا في شي مرة حكينا كلمة ما عطت نتيجة؟ لا طبعا. ايه ليكي قلت زحطوا الطيار الوطني الحر بر، وظن البعض انني اتحدث باسمي، وكنت صحيح عم بتحدث باسمي، ولكن فيما بعد اثناء مؤتمر الصحفي للاستاذ جبران باسيل قال شو بدنا نضحي اكثر مما ضحينا وابدينا استعدادنا انه نقعد برا. لا التكتل كثير قوي بوجودك بهالحاله. خلينا ناخذ بريك دولة الرئيس. شكرا. بريك مشاهدينا ان شاء الله ونرجع. نحن بنقوى فيه. عودة لبديبلوماسية مع دولة الرئيس إيليل فرزلي. أهلا وسهلا من جديد دولة الرئيس. هذا العهد يلي مضى على يعني وجوده وحضوره بيناتنا سنتين، في ناس بتقول أنه بهيدول السنتين ممكن نحقق الكتير خصوصي على صعيد بناء المؤسسات من جديد وأصلاحها. طبعا ملف الفساد كبير وملف الإصلاح أصعب. برأيك اليوم اللي تحدثت أنه عرقلوا العهد أكان بالانتخابات النيابية بالجزء الأول ولا بكل خطوة يخطيها العهد، طيب إذا سلمنا جدلا أنه كلامك صحيح، لماذا بآخر المطاف يلتحقون بالعهد في كل لحظة؟ يعني التحقوا بقانون الانتخاب، هلأ التحقوا بالحكومة، طيب إما يرفضونه وإما يؤيدونه. في محاولات، وهالمحاولات مزيج من الإرادة الداخلية والإرادة الخارجية، وبالتالي بتعبر عن نفسها على الساحة اللبنانية الخارجية. ما طبعا ما احنا ما بدنا نجلد حالنا اكثر من اللزوم، نحن بدنا نقول في علينا وشبات بعد كثير والمسير طويل كثير. مسألة الأزمة الاقتصادية، الأزمة المالية، الأزمة المؤسساتية، قصة الإدارات، قصة الإصلاح، قصة الفساد، قصة يعني قصة. لك يا حبيبتي لك طلعي لك طلعي على طريق دار البيضر لك ما في كهرباء، لك ما في خطوط، لك بيبقى نازل المواطن بسيارته طريق دولي، هذا واحد بيجي يمين واحد بيجي شمال على الضباب مش قادر، ما في حدا يرشده على الطريق اللي بده يسلكه. نعم. موضوع خطير. طريقك طريقك بسيطة أنا يعني طريقي طبعا، بس إنه هذا طريق لبنان، هذا متنفس لبنان الوحيد يعني. شو أي طريق؟ بس طريقه هو. وبالتالي في 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 عجز مؤسساتي حقيقي. نعم. طيب رجعنا انتقلنا لقصة تانية، قضية الموازنة، عودة المجالس الموازنة وإقرارها، وهلا في قطع الحساب اللي بده يتم لحتى ترجع تنطلق الموازنات والسنة المالية وقطع الحساب بصورة طبيعية. نعم. البلد وصل لحضيض ليس من تحته تحت كي يخشى السقوط، ما عاش فيه سقوط قد السقوط اللي سقطوا البلد ليلة استلام رئاسة الجمهورية اطلاقا، ابدا لم يكن ابدا. وبالتالي انت عليك مسيرة طويلة، هالمسيرة قدامها عقبات، اجت بهالسنتين ايضا ما ننسى معركة تحرير لبنان من الارهاب. نعم. والاستهدافات اللي استهدفت البلد بامنه وباستقراره وبوجوده وبكيانه داخل البلد وعلى الحدود، ما ننسى المعركة بسوريا وانعكاساتها على لبنان وما ترتب على ذلك من نتائج، ما ننسى مسألة النزوح السوري تبع الإخوان السوريين وتواجدهم على الأرض بلبنان بصورة فوضوية وعشوائية والأعباء اللي بتترتب بكافة المجالات على اللبنانيين. وكل هذه معارك من العيار الثقيل. ما ننسى وضع المنطقة اللي هو مستهدف استقرار كل الدول وكل الأنظمة، مسألة التوطين الفلسطيني، مسألة صفقة القرن انعكاساتها على الساحة اللبنانية اللي عم نشوف امبارح أثارها بالمية ومية وغيرها. كل هذه الأمور هي معارك وجودية. أنا أعتقد أنه الناس تشعر بالطمأنينة لأنها بيد أمينة، بيد مؤسسات أمنية، كان الجيش اللبناني، كان الأمن العام، كان أمن الدولي، وخصوصا كمان فرع المعلومات. كل هذه الأمور بتتم بطريقة لا بأس فيها، والبلد
يجب إعادة أعماره. أنا شخصيا متفائل بالغد، متفائل تفاؤل إلى أقصى حد يجب أن يعلم الجميع، بالرغم من كل المعاناة التي يعيشها المواطن يوميا في المستشفيات، في المدارس، في الأقساط، فيما يترتب عليه من غلاء أسعار، من أنا متفائل بإذن الله أن الأمور رح تركب على السك. هذا الموضوع روزانا من نوقف عملية استعمال اللبنانيين وسيلة من وسائل. تصوري مثلا لعبة الدولار اللي حاولوا يلعبوها ولعبة التحريض عنده، وصلت لوقت إحدى الوسائل الإعلامية تقول إن الدولار بين ليلة وضحاها سيرتفع. شو بيقولوا للبنانيين؟ هبوا روحوا على الدولار، يلا روحوا على التضخم، خلي يصير بطل ما صار 96. كله خدمة لأهداف سياسية صغيرة محلية. يعني هيدي الأمور أكاذيب دولة الرئيس؟ نعم هيدي أكاذيب كلها. الوضع طبعًا. الاقتصادي الصعب والحراجة الوضع أبداً مش أكاذيب أبداً. الحراجة الوضع الاقتصادي، نعم الوضع الاقتصادي عرش، انت شايفي وضع المملكة العربية السعودية، وضع الخليج، المؤسسات اللي عم تسكر، الناس اللي عم ترجع على لبنان بسبب ما عادش في شغل، الوضع اللي صار بسوريا، امبارح انفتح طريق الزراعة، الهجوم على العهد ككل. ترى لك فنزويلا اللي جاب منا مئات الملايين الدولارات على لبنان، هلا اهالينا عم يرجعوا بياخذوا. هلا مفهوم هذه الدول ازمتها مستحدثة، نحن ازمتنا قديمة. لا لا لا، يعني انت عم تتحدث عن دول ازمتها هلا استجدت، وهلا نحن عايشين فيها، انعكاساتها علينا هلا كمان، الى جانب ال 70 80 مليار دولار دين اللي متراكمين من سنه 91. اكيد مش ميشيل عون اللي عمله ولاية العهد. نعم مش هيك؟ طبعا. لذلك هذا الموضوع موضوع نحن يجب العمل، وتقع على المسؤوليه التي على الحكومه، واكيد هلا بدك تحكي بالحكومه طبعًا. اللي بدها تجي أن تلعب هذا الدور من أجل إعادة إنقاذ البلد ووضعه على السك السليم. طيب إذا سلمنا جدلا أنه الهجوم على العهد كبير وعريض وهو مستمر وقد يستمر، أنا برأيي لا، أنا برأيي أصيب. مش أحد أسبابه أنه لأول مرة رئيس الجمهورية ينبثق عن حزب سياسي، طبعا لأول مرة منذ سنوات ينبثق عن حزب سياسي، وبالتالي بما أنه هو خرج كرئيس للتيار الوطني الحر وصار رئيسا للجمهورية، فمن الطبيعي أنه يصير في هذا الاستهداف، لأنه صحيح هو يقول أنه يعني لجميع اللبنانيين، لكن في ناس ببالهم أنه لا، الرئيس ميشيل عون هو التيار الوطني الحر، ومن الطبيعي أن يحصل هذا الهجوم. أنا ما أقول أنه غير طبيعي الاستهداف، أنا ما قلت غير طبيعي الاستهداف، بالعكس الاستهداف للعهد له خلفيات عديدة، ليس فقط لأنه منبثق من حزب، وليس لأنه في كتلة قوية وراء. كل عمر الرئيس فؤاد الشابي وكل رؤساء الجمهوريات اللي إجوا كان تخترع الصراعات ضدهم. أسكدت دولة لبنان الجمهورية الأولى، طبعا أخطاءها كانت أقل كتير من أخطاء أودي هلا، أخطاء الجمهورية الثانية. مش هيك أنت صغيرة أي سنة خلقاني التصعيد؟ مش رح أقول لك هلا يعني هيك شيء. لا هيدي كانت يعني هاي قصة كبيرة، هاي قصة، بس نحن ما بنقول الاستهدافات هيدي سياسي، والاستهدافات بتضل، ولكن أنا بقلك ستفشل مثل ما فشلت تاي واللي قبلها، وستفشل في الغد. طيب هل نجح فخامة الرئيس بفصل الصورة اللي كانت مطبوعة بذهن اللبنانيين أنه رئيس التيار الوطني الحر، وفصل التعامل؟ يعني هو يحاول دائما مثلا بتشكيل الحكومة أنه ما تسألوني اسألوا رئيس التيار الوطني الحر، بهذا الأمر طبعا. هل نجح رئيس الجمهورية بالفصل بين هاتين الحالتين؟ مش بس رئيس الجمهورية، هلا بسنتين تقييمك. مش بس رئيس الجمهورية نجح، اللي نجح شخصية جبران بسير رئيس التيار الوطني الحر التي تتمتع من الكفاءة والقوة الذاتية التي جعلت وجود شخصية على رأس التيار الوطني الحر تملك مقومات الاستقلال الذاتي تماما وكمالا، بحيث أنه شك البعض أن رئيس الجمهورية يلبي رغبات جبران بسير وليس العكس. لذلك نعم لقد نجحت الصورة، وهذه الحقيقة. رئيس الجمهورية بكل ما يملك فصل نفسه، هو أطلق الحرية لرئيس طيار الوطني الحر، وأنا هذا الشيء أنا مني طيار وطني حر، أنا هذا الشيء أبرئه بموضوعية، أبرئه بالأرض،
أبرئ بالقصة عن كثب، وبعقل يعني لا بأس فيه يعني لا. قادر يميز شوي صغيرة. شايف أنا كيف الأمور عم تتحرك؟ أنا بقول لك رئيس الجمهورية بالواقع أنا استغربت كيف قادر يفصل نفسه والآن قد تكون هي أصعب نقطة، وهي أصعب نقطة طبعا، فاصل نفسه بطريقة هائلة يعني ملفتة للنظر. في ناس كثرة ما بيصدقوها، وأنا كنت منهم بالأول، استبينت أنها حقيقة مطلقة. وبالمقابل في رئيس طيار وطني حر ما فيش ولدني معه القاسي والداني بيعرف الشيء. لذلك لا هاي القصة موجودة. هلا بتقليلي في تنسيق، في استشارة، في وقوف على رأي، في ولاء لكرسي رئاسة الجمهورية. ما كل أمره حزب الكتائب تابع لرئيس، معلن الولاء لرئيس الجمهورية في لبنان. شو المشكلة؟ هذا في طيار وطني حر مع رئيس الجمهورية وبيعتبر نفسه كنت ترجمه. طيب سؤال، بما أنك قانوني قبل كل شيء، شرف، شو المشكلة إذا كان رئيس الجمهورية خرج عن تيار سياسي وهو يمثل التيار السياسي في رئاسة الجمهورية مثل كل رؤساء العالم يلي هن بيخرجوا أكان جمهوريين ولا ديمقراطيين ولا غيره؟ ليش عنا بلبنان رئيس الجمهورية متهم أنه إذا انبثق يعني أخذ صلاحيته أو أخذ رئاسته عن حزب، لا لازم هو يصير للجميع ويخرج من اللي كان فيه؟ سؤال بالقانون، هل يحق لأي شخص يخرج أو يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية من أي حزب أنه يكون بصدة الرئاسة بعده منتمي لهذا الحزب؟ طبعا بيشتغل لكل لبنان، ولكن عم بسألك سؤال عام قانوني. أنا برأيي ما في شيء بيمنع أبدا، ما في شيء، ما في مشكلة طالما أنه انتبه. ليش عنا مذمة؟ طالما أنه ملتزم بالقسم الدستوري. في رئيس جمهورية الشخصية الوحيدة بالبلد رئيس مجلس النواب هو من حركة أمل، صحيح، وتيار المستقبل قدم لنا سعد الحرير، هوديكي مش رؤساء، بس ما بيحكوا إلا تمثيلا لأحزاب. كمان هون في تسميات غلط، هوديكي مش رؤساء. حالة رئاسة الجمهورية شو؟ هودي رؤساء سلطات، صح، رئيس الجمهورية ورئيس الدولة بالطائف، نعم، قصتين. هون هي القصة، الصلاحيات اللي بدنا نحكي فيها. طبعا هو رئيس الدولة، هو رئيس كل السلطات. هلأ في ناس ما بتوافق معك على هيدا، هذا الدستور، على رئيس، على تنفيذ هذه الصلاحيات أو ممارسة هذه الصلاحيات. في نص دستوري، أنا ما بحكي برات الكتاب، في كتاب، في نص دستوري، قولي هولي تهكوا للدستور بس عملوه مسخ، بس إنه في دستور. عيب إنه نحكي وقت أنا شخص مثلي يطلع على شاشة على منبر، نعم، مع ست مثلك إنه يحكي غير ما يحترم النص، نعم، بدي يحكي ولا بخاف تلقطيني بالغلط؟ شو لا هذا الموضوع في نص دستوري، في رجل، في إنسان بيقسم اليمين الدستوري، هو الوحيد الذي يقسم اليمين الدستوري طبعا، وبالتالي هو رمز استقلال البلد، سيادة البلد، هو القاضي الأول في البلد، هو الذي يجب يكون حريص على حسن تنفيذ القوانين وحسن الالتزام بالدستور والقانون. هذا دوره، واضح. بس شو صار هون؟ اجوا واتنفذوا، بدون ينفذوا اتفاق الطائف الذي لم ينفذ، أخذوا صلاحية رئيس الجمهورية واستبحوها الباقي، ما قالوا العلاقة بأي شيء على الإطلاق بعد لحد هلأ لم تنفذ ولا مادة دستورية إلا مادة وحيدة، أخذ صلاحية رئيس الجمهورية، والمواد الأخرى كلها بيخلقوا عليها لحظة، كل ما تنطرح قصة بيخلقوا عليها إشكالية، لاي نعم، لحتى يقولوا لك اوعى هيدي في عليها إشكالية، ما فينا نقربها لا تنفيذا ولا تفسيرا، تعمل مشكل لحتى يضل الوضع على ما هو عليه كما نفذ في عهد الوصاية. ومين من الذين يدعون أنهم ضد الوصاية؟ طبعا ربيوا بأحضانها مدة عقود وكسبوا من خيراتها ومجدها، بس هلا أب يدعوا أنه هني ضد الوصاية، الآن ما بدهم ينفذوا الدستور، قليلوا نعملوا نظام لمجلس الوزراء داخلي، نظام داخلي لمجلس الوزراء ما فيه، مش هالكذبة، قليلوا أنه رئيس الجمهورية كذب، يقول لك هذا المعاهدات الدولية كذا، ما عملوها مع إيمان لحون، وهكذا دولي إدارة الظهر.
هيدي قصة تاني، موضوع تاني هلأ مش وقته نحكي فيه، لأنه لا بس يجب أن يعلم الجميع أننا مع اتفاق الطائف بين هلالين ومع تنفيذ هذا الاتفاق تنفيذا دقيقا ملتزمين بالتزاما لا لبس فيه ولا أبا. نعم، أنا بدي أخذ من اتصال مع النائب السابق مصطفى علوش. مساء الخير. مساء النور. مساء الخير أستاذ مصطفى. يا هلا. منقدر نقول لك مبروك معالي الوزير؟ ما بعرف إذا مبروك ولا ما مبروك، يعني يمكن قد تكون بعض المواقع نقمة بدل ما تكون نعمة، ولكن بالنهاية قبل ما يوقع فخامة الرئيس على المرسوم الجمهوري لا يمكن أن أقول مبروك لحدا. نعم طبعا اسمك تردد كثيرا، والحقيبة يلي أعطوك إياها بالمواقع هي حقيبة يعني شؤون النازحين. أستاذ مصطفى، العقدة اليوم الموجودة هي العقدة السنية، ولابد أن نسأل حضرتك عن هذا الموضوع ونعرف الأجواء الأخيرة عند الرئيس سعد الحريري، ومعروف أنه هو متمسك بعدم توزير السنة خارج طيار المستقبل. قبل ما أسألك عن حقهم الطبيعي بأنه يكونوا موجودين في هكذا حكومة طبعا من وجهة نظرهم، الرفض يأتي من وجهة نظر المستقبل ليش؟ أول شيء لا يوجد حق طبيعي بالوجود بالحكومة إلا من خلال خيارات تتخذها التحالفات السياسية اللي بتصير داخل الحكومة، وعمليا نحن عم نحكي بالطريقة اللي ماشيين فيها عم نلغي تماما دور المجلس النيابي. عم نعتبر انه كل الكتل النيابية المفروض تكون ممثلة بمجلس النواب، ويعني المجلس التشريعي بيصير مجلس تنفيذي، وبالنهاية تلغى كل مسألة المحاسبة، ولا يحق لأحد ان يحاسب بهالطريقة هيدي لانه هو ممثل بالحكومة. هيدا من ناحية المبدئية. اما من ناحيتنا نحن كتيار مستقبل، لا ما بيهمنا انه نمثل، يعني بيهمنا طبعا كتيار مستقبل ناخذ اكبر عدد من الوزراء، وبطبيعه الحال ما بنعتقد انه المجموعه اللي خلقت لاقت حالها ولملمت حالها فجاه واعتبرت حالها انها هي كتله، هي ممثله بقلب كتل الاخرى. عمليا هناك نائب بحزب الله، نائب بكتله كتله الرئيس نبيه بري، نائبين بكتلة يرأسها الأستاذ توني فرنجية، وهناك نائب من بيروت، نائب من البقاع. أما حقيقة هل هناك هن كتل تجمعوا هلأ بس بهالخصوص هيدا، ولكن هن ممثلين بكتل أخرى. هناك من يعتبر أنه الرفض يأتي لأسباب أخرى، وهي تتعلق بقوة تيار المستقبل في القاعدة السنية، وأنه إذا وزرتم أحد من هؤلاء تضعف قوة المستقبل أكثر، خصوصا أنه نتيجة الانتخابات لم تكن كما يعني يبتغيها التيار، وبأنه مش مستعدين نعطيهم فرصة. شو رأيك؟ يعني إذا كان هذا الحديث ينطبق على تيار المستقبل وحق كل يعني التيار السياسي يسعى إلى اكتساب المزيد من القوة، شو بدنا نحكي على التنافس اللي حصل بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية؟ ما بنفس المنطق بنفس الموضوع يستند إلى من يريد أن يسيطر على الساحة المسيحية. طيب العقدة السنية اليوم تبدو أنه هي اللي متوقف عليها البلاد، وطبعا الناطقين باسم التجمع او اللقاء التشاوري وهم يعني نواب يقولون انه اما ان يتم توزيعنا واما لا حكومه. طبعا اذا كان عندهم هالقدره هيدي فاللي يؤلف حكومه هم، يعني مبدئيا اذا عندهم هالقدره للتعطيل قدرتهم لا تنبع من قوى ذاتيه، ونحن بنعرف من يمثل يعني عمليا هن كانوا يتكلموا عن 45% من الأصوات وصلت فيهم، لكن حتى هالنقطة هيدي مضحكة لأنه عمليا جمعنا الأصوات طلعوا 43,000، ومن ضمنها ليس فقط الأصوات السنية ولكن الأصوات العلوية والشيعية والمسيحية، بالنهاية هول مواطنين ما في مشكلة، هول ما بيطلعوا أكثر من 9% من الأصوات اللي صوتت من السنة بالانتخابات الأخيرة. بغض النظر أنا ما بدي فوت، أنا من الناس اللي بعتبر منطق الأكثرية والأقلية لا يجب أن يكون هناك ديكتاتورية الأكثرية، لكن أيضا هناك واقع أنه ما نضخم حالنا لهالدرجة هذه، وبالنهاية الرئيس الحريري هو من يؤلف الحكومة، والرئيس الحريري برأيه أنه ما لازم يكونوا ممثلين. على هالأساس
الجدل يقوم على هالنقطة هيدي. بالتوزيع شيء اسمه حق طبيعي. بالتوزيع الطائفي إذا بدنا نحكيها هيك بتسمية الوزراء، كل الكتل السياسية كان فيها الأول والثاني، يعني حزب الله، حركة أمل، تيار وطني حر، قوات لبنانية، إلا عند السنة ما في غير قوي، يعني غير تيار المستقبل فقط، وكأنه يريد أن يحتكر الساحة السنية. ما في حدا يقدر يحتكر الساحة السنية، وبالنهاية صارت انتخابات وهناك يسمون حالهم معارضة، فليذهبوا إلى مجلس النواب ويحطوا حالهم وينتقدونا قدر ما يمكن لحتى بالمرحلة الجاية يستلموا الحكم. إذا قام رئيس الجمهورية بتسمية وزير سني، ألا تناقضون بهذا يعني موقفكم أصلا؟ يعني إذا مش الحال وصار عندنا وزير من اللقاء التشاوري بصيروا موجودين معكم على الطاولة، كيف بدكم تتعاطوا مع مشكل الحق بالتمثيل وغير الحق بالتمثيل؟ يعني المشكلة أنه أنتم ما بدكم تعطوا من حصتكم مش التمثيل. بالتأكيد ما بدنا نعطي من حصتنا، يعني هيدا شيء من شيء الواحد يخجل فيه. حتشوفي شو اللي صار، نرجع نأكد على الإعاقة اللي أدت إلى تأجيل الحكومة لعدة أشهر واللي تسمى بالعقد المسيحي، وأنا بسميها عقد السلطة أكثر ما هي عقد مسيحية أو عقد درزية أو عقد سنية. عمليا نحن ما نعتبر أنه مثل ما التيار الوطني الحر يعتبر نفسه أنه عنده مشروع يريد أن ينفذه بأكثر عدد من الوزراء، تيار مستقبل أيضا عنده مشروع يريد أن ينفذه بأكبر عدد من الوزراء. نعم. آخر سؤال دكتور مصطفى، هؤلاء النواب يعني سموا الحريري كرئيس مكلف، والحريري اليوم يضيع فرصة أن يحتضنهم وأن يكون يعني الرئيس السني الذي يجمع هؤلاء حوله. يعني هذا كلام حقيقة لا وجود له. يعني هذه المبادرة كيف أنتم بتقدروا ترفضوا أنه في ناس تعترف بأحقية الحريري وبالمقابل يعني ما بيرد عليهم بالمثل؟ لا، ما بنرد عليهم بالمثل. أهلا وسهلا فيكم، أنتم نواب تفضلوا على المعارضة وحاسبونا، ما في عندنا خيار آخر. يعني نحن برنامجنا السياسي وخياراتنا السياسية تتعارض وتتناقض بشكل كامل مع خيارات هؤلاء السبتة، فبالنهاية منا مضطرين أن نكون مفوتين الناقد والمنقود معنا من حصتنا، خلينا نسميها مثل ما نستعملها بلبنان، ولحتى بس أنه نفوت معارض علينا. المعارض فليذهب إلى مجلس النواب. نعم، شكرا لك دكتور مصطفى علوش على هذه المداخلة، وإن شاء الله منبارك لك يعني لا ندري. شكرا. دولة الرئيس عندك تعليق؟ لا، أنا شو بدي أعلم. العقدة السنية، طالما نحن بلشنا مع دكتور مصطفى هذا الحديث اليوم، شو أجواءك بهذا الإطار من رئاسة الجمهورية؟ هل ممكن أنه الرئاسة تعطي كرسي وزاري للسنة خارج تيار المستقبل؟ لا أملك معلومات إطلاقا، لا أملك معلومات حول هذا الموضوع. يعني قولا واحدا، وبالتالي هذا موضوع يعني لا أستطيع أن يعني أحلل فيه أو أن أستنبط أو أن أستنتج فيه، لأنه يساء التفسير في حيني. هذا ملك فخامة رئيس الجمهورية، وهو الأدرى بما هي المصلحة أن تكون. الحديث النائب علي حسن خليل اليوم كان عم بيقول وكأنه الأجواء معقدة بين الرؤساء الثلاثة بالنسبة لتشكيل الحكومة، ونحن كنا واصلين يعني لدقائق أو لساعات من إعلان التشكيلة الحكومية. صحيح. ما الذي جرى؟ أو قلنا العقد وين؟ أنا على قدي كنت شايف منذ فترة أن هناك شيء اسمه المسألة السنية في التشكيل. وبتذكر في خطبة مخطب سمعت السيد لفت النظر وتساءل بتصريح أو خطبة لا أدري أو بحديث، تساءل أنه يجب عدم التعاطي مع هذه المسألة، تعاطي ذات طابع استفالي أو غير مبالي. هذه مسألة قد تكون جدية، ولأنها قد تكون جدية كان يجب أن يتم التعاطي فيها بطريقة أخرى. على كل، هذا أمر متروك للأيام القادمة أن تثبت كيف سيجد الحل، لأنه من طبيعة الأمور
في رئيس الجمهورية وفي سمعة السيد وفي دولة عفوة دولة رئيس مجلس الوزراء وسمعة السيد. وهذا موضوع المواقف معروفة كيف بدها تتم، ما قادر أعطي رأي. ولكن برجع بقول هيدي نتيجة طبيعية من نتائج عدم وجود حكومة ذات طابع أكثري مع أقلية معارضة في البلد. لأنه بتصير حكومة استرضاء. خلاص بدك ترضي الكل ساعتها شو. نعم. ممكن أنه نرجع لنقطة السفر بسبب هذا، ولا ترتضي قوة 8 أذار ينقال أنه هي من تعطل اليوم؟ لا، قوة 8 أذار أول شيء حلت كل العقد. أول شيء كلمة 8 أذار لم تعد موجودة. ورجاء أخرجوها من دائرة نخرج. ما أنا بستغرب حتى شو بنسمي بالتحالفات السياسية؟ ما بسمي شيء. في تحالفات كتل. تحالف حزب الله، تيار وطني الحر، حركة طبعا. أمل طبعا. هذا الحلف هو الذي يعطل اليوم؟ لا، مش هو اللي بيعطل. في وجهة نظر موجودة على الساحة مثل ما كان في وجهة نظر قبل. بارح الرئيس الحريري بيقول أنا لا أشارك في حكومة مش موجود فيها الدكتور سمير جعجع. نعم. واليوم في قوة سياسية تانية بتقول أنا لا أشارك في حكومة ما فيها هذه القوة السياسية الأخرى، بصرف النظر عن حجمها. أنا النسب المئوية ما بعرف فيها، بس أنه بيقولها. وبالتالي صرفوا ألف حكومة. يعني قصة بسيطة، يعني معادلة بسيطة. يعني ما في شيء اسمه عرقلة، في مواقف سياسية طبيعية في لعبة تشكيل الحكومة صرنا عم نعاني منها 5-6 شهور. طيب بدنا ناخذ منك توقع معين، لانه نحن ناطرين ساعات. مش رح تاخذي، رح تطول الايام لتشكيل حكومة رح. ولا ممكن مش رح تاخذي توقع مني، بس رح تاخذي شغلي بقول لك اياها، انه في حتمية تشكيل حكومة ولا عودة للصفر. كلمة صفر، ما في شيء اسمه صفر. ليش بده يكون في صفر؟ هالرئيس الجمهورية موجود ورئيس الوزارة موجود. ساعة ما يكونش في توافق بحكومة وحدة وطنية يروحوا لتأليف حكومة أكثرية وأقلية. لأنه المخرج موجود. طيب هل تريدون إدخال الحريري الحقيقي شو؟ هل تريدون إدخال الرئيس الحريري بحكومة يبدو فيها ضعيفاً؟ لا، كيف بده يكون؟ رح لك ليه. هناك من يقول انه حزب الله استخدم الفيتو اكثر من مره في هذه الحكومه وفي اداره كل هذه العمليه. اول مره في رفضه لوزاره العدل ان تعطى للقوات، وقالت القوات نحن ما طلبناها. انا عم بحكيك، اعتبر مصادر صحفيه او كواليس سياسيه، صحح لي اذا كان غلط او لا. مين حط الفيتو؟ اي حزب الله؟ حزب الله. يقال انه حزب الله وضع فيتو على وزاره العدل. تكي شو كلمه يقال؟ يعني كتب في الصحف. شو؟ لا، حتى كمان كتب الصحف فبديه. قلنا غلط. في معروف الواضح شو القصة. خصوم حزب الله يتهمونه بوضع فيتو فيها. هيدي هيدي الحجة التي تستعمل. هلأ المرة مشان نواب السنة أيضا. لا، ما خلينا شو. لا حتى من أمناش نحط أمور ونعتبرها حقيقة واقعة. نعم. حقيبة وزارة العدل. ونقطة أخرى، تمسك بوزارة الأشغال لتيار البلد. يعني قوة حزب الله في هذا التشكيل صح أو غلط؟ بعد أن تخلى رئيس الجمهورية عن نيابة رئاسة الحكومة وهو القاضي الأول في البلد، تمسك بذيادة وزارة العدل. لا حزب الله ولا غير حزب الله. هذا كلام يستعمل ظنا منهم لاختراع خصوم بيعتبروا أنه بتقوي في شارعهم. هذا كلام غير دقيق أبدا أبدا. هذا موضوع واضح للأيان أنه مطلب رئيس الجمهورية أن تكون وزارة العدل بإيده. كل حالة بتعرف هالشي. منين جاب قصة حزب الله؟ ليش حزب الله بده يكون هو اللي حاطط الفيتو؟ شو السبب؟ لأنه كان في ليونة بأنه تاخذ القوات اللبنانية وزارة نافذة. حزب الله لا، وزارة نافذة أعطت نيابة رئاسة الحكومة. نعم. ما حزب الله ابن إبراهيم نجار كمان وزير عدلي. صحيح. سبق وقبل في، ليش بده يرفض هلا؟ صحيح. طيب نحن عم نسألك لتسقط لنا الاحتمالات. العقدة السنية اليوم، حزب الله رفع هذا الأمر في آخر لحظات؟ لا، لأنه كان هو ملام. لا. يعني نحن كنا مخدين أكثر من مرة، يعني معنا ضيوف من اللقاء التوشاوري عتبوا عليه حلفاء السنة.
ما بيجوز يضار الظهر إلهم في تشكيل الحكومات، وبالتالي يصبحوا بلا معين وبلا حليف. بتطبق نظرية يا أنطون عجل صحون أم بالعزايم أنطون نايم، اعتبرها مسألة أخلاقية حزب الله، وبالتالي أخذ هذا الموقف. شو الخلفية التي أملت على الرئيس الحريري يقول أنه أنا ما بألف حكومة بغياب الدكتور جعجع؟ أخلاقية؟ لا، شو الخلفية؟ شو الخلفية؟ في سبب، هذا السبب أنا عطيتك إياه تمام، ما مثل ما هو في سبب أو في سبب. طيب، العقد المحلية اللي حكينا فيها ونحكى فيها كتير، ولكن هناك أجواء خارجية عادة ما تساعد في تشكيل حكومات في لبنان. هذه المرة السعودية يحكى أنها في أزمات متتالية، هل صحيح أنه هذا أثر على دفع تشكيل الحكومة اليوم؟ خصوصا الأزمة الأخيرة يعني. أنا يعني أعتقد ذلك، أنه إلى في أسباب عديدة. أول سبب كان أنه كل الضغوطات التي استعملت من أجل تحقيق أهداف معينة ولو ذراع فخامة الرئيس للتوقيع على حكومة غير مقتنع بها تحت مخاوف معينة فشلت، ما عاش في أفق للعراقيل. كانت العراقيل كانت موجودة بالضغوطات اللي كانت موجودة وبالدعايات اللي كانت موجودة، ما عاش إلى أفق، ما عاش إلى قيمة. طيب مهم أنه نعرف دولة الرئيس ماذا جرى، مهم أنه نعرف كيف شو كان معطل تشكيل رئيس حكومة الجمهورية خارجيا. هلا وصل لك. رئيس الجمهورية كان القاسي والداني بيعرف أنه في مرحلة معينة وصلت لن يبقي الأزمة في كنفه، كان هيئ الرسالة لمجلس النواب، والمسألة إذا راحت على مجلس النواب الخطاب وقوانين اللعبة كلها رح تختلف بالبلد. نعم. لأنه لم يكن ليبقي الأزمة في كنفه، وإذا القاسي والداني بيعرف. وأنا في أحد المرات أعطيت علم لرئيسي اللي هو رئيس المجلس دولة الرئيس أن هناك نية لدى فخامة الرئيس لكي يرسل في الأيام القليلة القادمة الرسالة إلى المجلس النيابي. نحن بنعرف شو معناتها إذا أرسلت المجلس النيابي بنتائجها. من هون تهيب الجميع فقدمت الصيغة الأولى وقدمت الصيغة الثانية. هذا الموضوع كان لابد من أن يحل. إجت بها الأثناء التطورات التي وقعت في الإقليم ومسألة مقتل الخشقشي والحملة الكبيرة التي استهدفت المملكة العربية السعودية ولا تزال حتى يومنا هذا، والتصريح المتتالي للأمريكيين من الرئيس ترامب مرورا بالإعلام الأمريكي وانتهاء بأقل أقل الناس في مجلس الشيوخ الأمريكي، أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، كل هذه كانت أمور تدعو حقيقة، تدعو للقراءة، تدعو للتريث والتهيب. فكيف بالأحرى المملكة وقياداتها المعنية مباشرة بهذا العدد؟ بالعكس، صفت الساحة اللبنانية المملكة العربية السعودية بحاجة إلى لكي تكون منبر لها، منبر إيجابي في عملية تعاطيها مع المجتمع الدولي. لأنه طيب. بما أنك تحدثت عن الحاجة، هل توافق أنه زيارة الرئيس سعد الحريري أتت لمصلحة المملكة العربية السعودية، خصوصا ظهوره يعني بهذا المشهد الودي مع ولي العهد؟ لا شك. وقال أنه أنا موجود بكامل حريتي. أتت لمصلحة، وكأنه صارت السعودية تحتاج لصورة مع الحريري. أتت لمصلحة اثنين. أولا لا شك أنه هذا رئيس وزراء لبنان دولة الرئيس الحريري، كان بحاجة الرئيس السمو الأمير ولي العهد كان بحاجة لهذه الملاحظة اللي اعتبروها نكتة أو مداعبة أو كذا المتعلقة بالخطف، من الخطف كان بحاجة لكي يذكر بمناخ الإيجابي السائد في حين مع دولة الرئيس. وكان دولة الرئيس بحاجة إلى أيضا لأنه كتير سرت أو في الأوساط اللبنانية أنه دور دولة الرئيس الحريري في المملكة تراجع لمصلحة شخصيات أخرى في لبنان، وأصبح دوره دور مستتبع وليس له طابع الأول.
وبالتالي مكان الرئيس الحريري يعني يرغب بأخذ موعد نرى اليوم نرى اليوم السؤال. نرى اليوم أن هذه الإطلالة كانت إعلان استعادة الرئيس الحريري دوره المركزي في مسألة تبني المملكة العربية السعودية للشخصية اللبنانية الأولى بالنسبة إلى اللي هو الرئيس الحريري، وإعلان تخلي عن الحلفاء والتمسك بمطالبهم. ما بعرف إذا كلمة تخلي عم بحكي عن القوات اللبنانية، ما بعرف، ما بسمي أسماء الناس عليها، أنا علي صياغة القوافي وغيري بفهمها. أنا ما بقول تخلي، كلمة تخلي كلمة كبيرة، ولكن تراجع، ما تراجع طبعا شيء طبيعي، وبدهم يفهموا حلفاء أنه هذا الوضع ليس هو الوضع المناسب لتحقيق ما كنا قد اتفقنا عليه. باختصار، أول من بدأ أو كرت الصبحة وراءه كان النائب وليد جنبلاط عندما حل العقدة الدرزية، هل كان برأيك يعني يقرأ هذا المعطى الدولي وصارت القوات محرجة لوحدها؟ قد تكون قراءة للمعطى الدولي والإقليمي، ولكن أنا أعتقد أنه الرئيس الأستاذ وليد بيك جنبلاط من الشخصيات الذي يدرك حقائق موازين القوى ويتصرف بما تقتضيه المصلحة، وكان موقفه سليم، وأنا أتبنى هذا الموقف الذي اتخذه وليد بيك جنبلاط الذي ساهم مساهمة أساسية بإعطاء قوة دفع لإعادة إنتاج واقع حل العقد. نعم، بدي أخذ بريك دولة الرئيس، بريك مشاهدينا ونرجع. خمنت خلصت معك. لا، قلت شو هالقصة هيدي. لا لا، ما خلصنا بعد. بريك مشاهدينا ونرجع. عودة لبديبلوماسية مع دولة الرئيس إلي الفرزلي. دولة الرئيس، العهد اليوم الذي ينتظر الحكومة وهي حكومة العهد المفترضة، في علاقات قد يكون أنجزها وعلاقات يعني تتحضر على الطريق. علاقة العهد بالقوى السياسية، أنا مش عم برجع لورا ولكن بدي أدخل على بعض المداخل، علاقة العهد برئاسة الحكومة قبل هذا التشكيل غير بعد التشكيل الجديد برأيك، خصوصي أنه الصفقة الرئاسية اللي تحدثوا عنها واللي هي أنتجت هذه الصيغة تعرضت لاهتزازات بكتير مطارح، يعني لحتى نكون واضحين، وعندما صار تغيير بتيار المستقبل خصوصي بعد ما غاب السيد نادر الحريري عن الساحة السياسية كمان حكي عن تغيير مع التيار الوطني الحر. العهد اليوم بعد تشكيل الحكومة علاقته بالقيادات السياسية هل تكون أسلس وأسهل؟ يعني رئيس الحكومة وحتى الرئيس بري ممكن يصير فيه تعاون أكثر وتصير الحكومة أرخت الارتياح عندما تتشكل، وطبعا النائب وليد جنبلاط النائب السابق. خليني كمان في مفهومين لازم نوضحهم للرأي العام. طبعا، شو يعني بس نقول حكومة العهد الأولى؟ شو يعني؟ ما لازم ينفهم عند الناس انه هاي الحكومه متكيسه فخامه الرئيس، وبالتالي اخطاءه هي اخطاءه واصاباته هي اصاباته. مستحيل، لانه هيدي حكومه بتضم كتل سياسيه متعدده، ووفقا لاتفاق الطائف اي الدستور الحالي رئيس الجمهوريه هو اذا حضر يترأس، مش هو اللي بيعين الوزراء ويختار من بينهم رئيسا. رئيس الوزراء يعين بموجب نتيجة استشارات نيابية إلزامية ملزم فيها رئيس الجمهورية، وبالتالي الحكومة تتألف بالتعاون وبالمشاركة بين رئيس الحكومة أولا ورئيس الجمهورية. فإذا المقصود فيها أنه حكومة العهد الأولى التي كانت نتيجة انتخابات نيابية هي نتيجة قانون صحح تمثيل المكونة، وضحت شو معنات حكومة العهد الأولى؟ نعم، هاو في تفكير انه حكومة العهد الأولى هاي حكومته إصاباته نجاحاته نجاحات. لا، مش مصبوط. حكومة التمثيل الصحيح، حكومة التمثيل الصحيح الذي يستطيع من خلالها فخامة الرئيس انه قوانين اللعبة الديمقراطية على أرضه والتوافقية ان يلعب اللعبة فيها، اللعبة بمعنى أن يقود الأمور بالطريقة السليمة التي يجب أن يقود. فإذا هذا معنى لازم تفهموا الناس كلها، لحتى فرجيهم شغلتين برهن له للعالم. أيام الرئيس السهراوي الله يرحمه
كلنا بنتذكر انه كان الرئيس الشهيد رفيق الحقيقي حرير رئيس وزارة، وهو زعيم كبير، زعيم كبير جدا. هو يمثل مكون بكامله، ورئيس مجلس النواب هو دولة الرئيس نبيه بري اللي هو زعيم كبير جدا ويمثل مكين ايضا بكده. كان الرئيس السليس الهراوي اللي ابنه سقط في الانتخابات النيابية بزحل. بس شو سميت المرحلة؟ عهد وعهد السليس الهراوي، صح؟ هذا لا يعني انه كل خطأ ارتكب يعني او كل اصابة اصابة معناتها الرئيس السليس الهراوي عمل. هذه للدلالة. هون رئيس الجمهورية بيقول انا بدي صحح المكونات، أمن للحكومة كل مقومات السياسية المطلوبة لحتى تقدر تشتغل وتقدر تأمن النتائج المرجوة. رجاء للبنانيين لازم يعرفوا هالقصة. وهيدي كذبة. هي مسألة حكومة العهد والحكومة ما قبل طبعًا طبعًا ما تسمى حكومة العهد، في ناس يعني مش مقتنعين فيها على الإطلاق. لا 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 وبيعتبروا أنه بدأت حكومة العهد منذ لحظة ما في شيء اسمه حكومة انتخاب عهد. رئيس الجمهورية بعد اتفاق الطائف ما في شيء اسمه حكومة عهد. مين اللي أصلاً أطلق هذا المسمى ووضعه بالتداول؟ ما أنا ما أقول لك، ما أنا عم بعطيك ليك بدي أسألك سؤال أقدم من الآن. كمان لازم نبه اللبنانيين. ليكي أول ما استلم رئيس الجمهورية ها بعد جمعة صار يقول طب ما تغير شيء. لك شو تغير؟ هيدي وهيدي كان في كمان أبواق بتساعد على النفخ. بديش أقعد قيم التحييك اللي صار بس إنه هاي كلها ضمن الخطة. بس أنا خليني أقول أفهم اللبنانيين باحترامي لهم جميعا ما هو المقصود بحكومة العهد الأولى. هي الحكومة التي نتجت وتشكلت نتيجة قانون انتخاب صحح تمثيل المكون، لذلك كان التآمر على نتائج الانتخاب هو تآمر على حكومة العهد الأولى. وضحت؟ نعم وضحت. هلا المهم بتوضح للمعنيين لا لا الأمر. لا لا هذه وجبتي انا علي الابواق التي تشوش على العهد الا تشوش طبعا. ايضا على الحريري ومهمته وحكومته بالتبعيه ايه. بس لاحظي انت لا يكون مستهدفا في الكلام، ما خص الكلام تم عرقه للتشكيل حكومته بنهايه المطاف. كيف ما بتقلبها بيطلع تاخر الحريري ادرسي وين كان عن حكومته وين كان راجع الى الاعلام، رجعي بالاعلام او 6 شهور بتشوفي بعينك من كان المستهدف مين وضع. وليش بيلتحقوا بالآخر؟ بيلتحقوا لأنه فشلت فشل لعبة الاستهداف فشلت. طيب خلينا نسمي فشلت بعد فشل بعد الأشياء مثل ما هيك قوليها هاي فشلت فشلا عظيما وكان السقوط عظيما. هيك فيك تقوليها أنت مرتاحة ويعني 7 خرزات من ظهرك. يضحك كثيرا من يضحك أخيرا. طبعا مين قال هاي؟ ما بعرف. لا قال الدكتور جعجع. هلا هيدي من قالي من زمان. لا لا انا عم بحكي عن هلا. بتحكي عن مين هلأ؟ عم يضحك اكثر هلا؟ مين ضحك اكثر هلا؟ ما بعرف انا ما بتابع لا بيضحك بعت الهم لا بيحزن. ضحكه القوات اللبنانيه ولا ضحكوا عليها؟ مين عم بيضحك هلا؟ لا عم بسالك هلا مين شايفي عم بيضحك هلا؟ انت غيره إليني غيره حبيبتي غيره. جديا جديا القوات اللبنانية نعم يعني بالحصة اللي ارتضت فيها انتو بتعتبروها تنازل تراجع ولا هزيمة؟ لا لا انا ما بفكر ما تكون دبلوماسي هلأ ولو اسم برنامجنا هيك. انا ما بقيم هاي الامور ما بقيمها ما بتعني لي بالتقييم. طب ما في ربح وخسارة ما بتعني لي وحياتك على الأرض. وحياتك بالتقييم ما بتعني لي ما بنزل لمستوى انه اقعد اقول فلان خسر وفلان ربح وفلان كذا ما ماني معني بهالموضوع. بس انا بقول انا منيش مقتنع اساسا انه في وزارات مهمه ووزارات مش مهمه، ومنيش مقتنع انه في وزارات سياديه ووزارات غير سياديه. انا بعتبر وزاره البيئه هي اهم وزاره سياديه. كل الوزارات مثل بعض البعض. هاي التسميه في لبنان اجت لينقال قديش الوزارات اللي فيها مغانم وخدمات كرمال لعبة الأنجزلي لأنجزلك ووزارات لا إذا بتاخدي وزارة الثقافة مثلا ما فيهاش كتير أنجزلي لأنجزلك. بس إذا كانت وزارة الثقافة بطلت وزارة مهمة معناتها في خطر كبير على البلد.
وزارة السياحة اللي بتشكل 30-40% من مدخول البلد إذا بطلت مهمة معناتها كمان في خطر كبير على البلد. وزارة الصناعة إذا بطلت مهمة، في وزارة أهم اسمها وزارة لأنها مدهنة أكتر، كمان هاي كارثية. المفاهيم ونظام القيم الذي أرسي هو نظام قيم لا أساس له. بعدين أنا ما بعرف منين جابوا هاي، كمان اطلع يشوف فيه كل عمره يعمل كمال بيك زنبلاط وزير داخلية، ما جابوا انه هاي وزارة للموارد وهاي وزارة للسنة وهاي وزارة للروم والباقي ما قالوش حق يعملوا وزارة فيهم، ما جابوها. اي دستور وينه؟ جميلية ما في دستور، ترجعي بس تحكي تعاقبت اكثر بس من الحكومة، بس تحكي بحقوق الطوائف بتقول ايه ده طائفية. لا لا طائفية، هي طائفية بلد مصمق تصميخ بالطوائف والطائفية، احترموها واعترفوا فيها. احترموها واعترفوا. كان من الممكن انه الحريري يعطي وزارة سيادية برأيك لحلفائه؟ بعرف هو بيعرف. كان عم بتقول انه الداخلية مش بالضرورة تكون لطائفة معينة، مش بس الداخلية، الخارجية مش مفروضة يعني. كل عمر الخارجية كان ممكن نحل العقد، كل عمر الخارجية بالماضي ياخدوها الكاثوليك، كانوا ياخدوها الشيعة، ياخدوها السنة، شخصيات كبار ومحترمة يجوا استلموا الروم. مش طيب. هذه المرة الأولى اللي حزب الله بيطالب فيها وبيتمسك بوزارات مهمة، خلينا نسميهم، أنت كلهم تعتبرون مثل بعضهم، وزارة الصحة اليوم. طبعا وزارة الصحة وزارة في غاية الأهمية، لأنها وزارة خدماتية من طراز رفيع، وأنا أعتقد صادقا ويجب أن يفهم من يجب أن يفهم من لبنانيين وأجانب أن حزب الله باستطاعته أن يكون وزيره أنجح وزير في وزارة الصحة، حيث ولا وجع ولا حزن ولا تنهد دولي، ما في قلقلة ولا في سرقة ولا في أكل مال ولا في بيع أدوية ولا في شراء أدوية ولا في خدمة مافيا المستشفيات ولا في الكوميسيونات، كل هذا لن يكون. وبدك تشوفي أن وزارة الصحة اللي بدهم يوفروهن بيخلوهن يستغنوا عن ما يقال أنه بدهم يحرموا الوزارة من اللي هي 100-150 مليون دولار من الخارج عن العقوبات. عم هذا كلام انا اعتقد انه كلام انا مقتنع فيه، انا علنا اقول، وقلت لبعض الامريكيين اللي اجوا زاروني قلت بشكل سالوك عن هذا الامر وعن العقوبات. طبعاً على حزب الله. طبعا 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 طبعا. شو قالوا؟ شو خلينا نعرف شو مثل شو قالوا، يعني كيف بينظروا لانه تسلم حزب الله وزاره من هذا النوع؟ هن حكيوا عن عقوبات وعن مش بالحد اللي منع هبات او مساعدات، مش بالحد اللي كل اللبنانيين بيحكوها، مش بالحد ذاتها، بس انه عم بيقولوا انه في بعض التوجه، انه في بعض المال ممكن انه نبعته ما نبعته بينبعث من المنظمات الدوليه يمكن ما ينبعث، كلام من هالنوع يعني. بس انا برايي انه تظبيط وزاره الصحه، تأمين 56 مليار و40 مليار و100 مليار معروفة معروفة القصص، في ملفات فيها ملفات كرر شو قلت لي ملفات فيها هيدي ما بتصير. هيدا الكلام هاي يعني ما بتصير تستهدف فيه انت الوزراء السابقين. لك شو هالأسف شو هالأسف إذا استهدفتهم شو هالمشكلة. هيدي مع وزير حزب الله ما بتصير. تعول كثيرا على وزير حزب الله، لماذا؟ تعهد سماحة السيد حسن نصر الله بمحاربة الفساد، وسيقدم وزارة الصحة كنموذج لكيف يكون محاربة الفساد. طيب. وسينجح كثر في محاربة كثر الفساد، خصوصا مافيا المستشفيات ومافيا الأدوية. كثر الذين يصدقون السيد نصر الله ويتطلعون لكلامه بأنه الأمل، ولكن كثر أيضا الذين يعتقدون أنه مسألة الإصلاح صعبة عند الثنائي الشيعي تحديدا، لأنه رح تشكل حساسيات. هل تعول كثيرا على الإصلاح الذي ينادي به حزب الله؟ وطبعا على نجاح حزب الله، مش بس حزب الله نادى فيه، التيار الوطني الحر والابراء، انا عم بحكي عن الثنائي الشيعي تحديدا، انا عم بحكي عن الثنائي الشيعي تحديدا قبل حزب الله. قبل حزب الله روقي بينك، حزب الله ما كان مهتم بالشأن الداخلي، خليني كان عنده اولويات. طيب. وانا مبرر. انا عم بحكي عن الثنائي الشيعي. ايه لا الثنائي الشيعي بيقدر ينجح حزب الله؟ انا برايي بيقدر ينجح. ليكي دوله الرئيس بري ان انسى لا انسى باوائل التسعينات بس بلش التأليف الحكومات، بتتذكري شعار انه يا منا نعمل دولة
ويكون القانون هو الفيصل والدستور، يما على السكين يا بطيخ. بتتذكري فأنت كنت صغير كتير، قلت لي خلقاني بالتصعيد. بقى هاي القصة، هاي القصة أنا أعتقد أنه الرئيس البري سيكون جنبا إلى جنب حزب الله وبقية القوى التي تؤمن بالإصلاح، عرفتي كيف، وسيكون رأس حربة فيه، وسيدافع عن المؤسسات في هذا المجال كما كنت أعده منذ عام 1993 في المحاولات الأولى لبناء الدولة التي أجهضوها عام 1995 بالتمديد للرئيس لاريون. نعم. أجهضت سنة 95 بالتمديد للساريوي، واللي شارك فيها كانوا من كل الأطراف، في منه من قضى نحبة ومنه من ينتظر وما بدلوا تبديله. حلو حلو حليف. يعني ما بلاقوا مثلك حليف. يعني محتارين الغزل للتيار ولا لحزب الله اليوم؟ لا، ولا حتى الرئيس بري طبعا. الرئيس بري أول واحد. هلأ هيدا الموقع اللي انت فيه بيخدنا على الحديث عن وساطات قد يقوم بها إلي الفرزدي بعد تشكيل حكومة وتهدئة الخواطر. هل ممكن انه مختلفي انت وحدك بدك صالحك انت هل ممكن انه تقوم بوساطة بين تيار وطني الحر ومين وحركة أمل للتوصل لتفاهم كان قد بدأه اللواء عباس إبراهيم؟ كان في يعني قبل الانتخابات النيابية كان في تواصل، كان في بعض الجلسات. نهيتوها طبعا بعد تشكيل الحكومة. ممكن لا نشوفك بوسطات؟ لا، شو بدي الرئيس، خلينا نوضح. الرئيس بري والإمادة عون فخامة الرئيس، الوضع ممتاز، والعلاقة بين الأستاذ جبران باسيل معالي الوزير ودولة الرئيس بري كمان أيضا جيد جدا. نعم نعم، تحسينا لنوصل لتفاهمات واضحة وينطلق العهد والمكافحة الفساد وهذه الأمور ليش لا طبعا. تطويرها وتعزيزها وسنفعلها. وأساس الرئيس بري في الزيارة التي قمنا بها إلى فخامة رئيس جمهورية بمعيته في الزيارة البروتوكولية بعد انتخاب هيئة مكتب المجلس، رئيس بري قال لفخامة الرئيس بالفم الملآن، قال له الرئيس بري، قال له سيكون هذا المجلس عند حسن ظنك فخامة الرئيس والذي بالتشريع ورشة تشريعية كبيرة كما قال كما كان مجلس عام 1992. نعم، معنا على الخط النائب جهاد الصمد وهو عضو اللقاء التشاوري للنواب السنة من خارج تيار المستقبل. مساء الخير. مساء النور. مساء الخير دولة الرئيس. اهلا وسهلا بالجهاد بي. والله عمرك. اهلا وسهلا. اول شيء نحن نواب سنة مستقلين. نعم. مش من نواب سنة من خارج تيار المستقبل طبعا، لان نحن يعني شرعيتنا من ناسنا من قانون الانتخاب. شرعيتنا يعني نعطيتنا طبعا يعني مكتوب على الشاشة السنة المستقلين، ولكن المشكلة أنه صارت الصبغة اليوم إما أن يكونوا في تيار المستقبل فيوزرون، إما تحسبون أنكم خارج تيار المستقبل. سعادة النائب، آخر الأجواء لديكم طبعا لابد أن نسأل عنها في الساعات، ما بعرف إذا الساعات الأخيرة لتشكيل الحكومة، هل وصلكم رفض واضح؟ بالنسبة لموضوع تمثيل سنة النواب السنة المستقلين، موضوع يعني بالمبدأ نحن عم ننطلق انه صار في انتخابات نيابية بلبنان، وهي الانتخابات النيابية كانت على قانون النسبية وعلى اساس صوت تفضيلي. نعم. فأفرزت نتائج من 2005 لل 2018، بال 2005 صار انتخابات وبال 2009 صار انتخابات، والبلد فيه انقسام سياسي في فريقين شئنا أم أبينا. هذا الانقسام مش معناته أنه إذا حدا يعني عم بيحاول يلغي الآخرين هذا مبدأ الإلغاء مرفوض. وعم نسمع هلا خطاب متشنج عند البعض، وهذا خطاب صار مستهلك، يعني أنه هو سنة 8 أدر، سنة 14 أدر، بيقولوا لنا سنة 8 أدر، من لهم سنة 14 أدر. نحن مكون أساسي موجود في برلمان منتخب حديثا. الشعار فخامة الرئيس من بداية الاستشارات كان الطرح تبعه انه اعتماد معيار واحد ويطبق المعيار على الكل. التنوع مطلوب وموجود عند الكل. يعني ما بنفهم نحن ليش تيار المستقبل دولة الرئيس المكلف حريص على تمثيل حلفائه
ونحن حلفائنا لازم ما يكونوا حريصين على تمثيلنا. هالازدواجية بالمعايير بدنا نطلع منها بقى. نحن عم نطالب بحقنا الطبيعي أن نكون ممثلين في حكومة الوحدة الوطنية، وللتأكيد أنه الأحادية غير موجودة بكل الطوائف. ليش بدنا نقول الأكثر تمثيلا عند السنة هن تيار المستقبل؟ بدهم يحتكروا تمثيل السنة، فمفترض لكن عند الموارنة الأكثر تمثيلا هو التيار الوطني الحر، يفترض أنه هو يمثل كل الناس. ولكن سعادة النائب، أنتم يعني اللقاء التشاوري ينتقد أنه ليس أو لا يعبر عن كتلة متماسكة، وهلأ من شوي كان معنا الدكتور مصطفى علوش كمان تحدث أنه نفس الأمر، وكأنكم مجتمعين من كل حدب وصوب وصورتم لقاء. يا ستنا نحن اللي ما بيعرف بالتاريخ لا بيعرف بالحاضر ولا بيعرف بالمستقبل. كميل شمعون كانت الأركان تبعته سليمان بيك العلي زعيم عكار، وكان كاظم الخليل زعيم بالجنوب، وكان محمود عمار زعيم. يعني ما ولا يوم من الأيام كان في انه والله قانون انتخابي يقوم انه بدك تكوني تترشحي على اساس انتمائك الحزبي. نحن على طول المستقلين موجودين من عمر الجمهوريه، كتله النواب الموارنه المستقلين اللي منا اجى رئيس جمهوريه الله يرحمه الرئيس بهراوي، واجى منا ريني معوض، وبعده حي يرزق الشيخ بطرس حرب وكسر. يعني كل عمره لبنان في تنوع وفي مستقلين، وكل عمرهم كانوا ينوجدوا من خلال تكتلات معينه. نحن بعد الانتخابات النيابيه لما صار التعاطي انه كل مجموعه من 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 لون معين، يعني القوات اللبنانيه على اي اساس عم تتمثل؟ عم تتمثل على اساس انه حزبي ولا على اساس انه هي كتله نيابيه؟ كتله لبنان القوي اللي نحن هلا في الامير طلال ارسلان موجود بكتله، عنده كتله وموجود بكتله لبنان القوي. ليش يعني بده يعتمد؟ ما كمان متهم يعني الكتله متهمه كمان بضمانه الجبل انه كمان تم تجميع كتله. يعني هذا الكلام موجود في السياسه اليوم، بس مش معناتها اذا واحد كلمه حكى كلمه انه هذا الحكي تبعه هو صح وحكي الاخر غلط. بدنا نتعود نقبل الاخرين. بالنسبه لموضوع نحن عم نطالب بحقنا، حكومه وحده وطنيه مكون من النواب السنه المستقلين مكون اساسي، حصه تيار المستقبل لازم تتاخذ حسب حجم كتله تيار المستقبل. كتله تيار المستقبل كانت 34 نائب، صارت 20 نائب. ما في بنفس العدد ال 20 نائب يحافظ على حصة ال 34 نائب. في خصة تيار المستقبل، والرئيس المكلف اعترف بالبرنامج تبع مرسيل غانم قال انه هو خسر بالانتخابات النيابية. هيدي الخسارة بدها تترجم بالحكومة. نحن عم نطالب بحقنا بالمشاركة بحكومة وحدة وطنية. طيب قلت اليوم بتصريح لك انه لا حكومة اذا لم نعطى حقوقنا، هل ستتعطل يعني التشكيلة بسبب هذا المطلب يلي اجى باللحظة الأخيرة؟ يعني تعطلت داش صار معطلة الحكومة، تشكيل الحكومة داش دل لحتى وقفوا على خاطر القوات اللبنانية، لحتى قبلوا القوات اللبنانية حلفاء تيار المستقبل، لحتى يقبلوا انه يشاركوا بالحصة اللي هي مبحبحة وطلعت لهم. ليش بده يتوقف البلد؟ وهلا نحن صار انه اذا حقنا انه نحن صرنا موقفين البلد، لا، مثل ما حلفاء تيار المستقبل بحق لهم ومطلوب، وقال الرئيس المكلف انه ما بيعمل حكومه بدون القوات اللبنانيه، حلفائنا كمان عم بيقولوا ما بيعملوا حكومه بدون تمثيل السنه النواب السنه المستقلين. اذا هذا قرار تصعيدي خلينا نعتبره ومتخذ من قبل حلفكم. يعني حلفنا نحن بالبدايه قلت لك بدايه حديثي انه فخامه الرئيس هو اللي قال يجب تطبيق معيار واحد في تاليف الحكومه، ومن هالمنطلق نحن عم نتشبث بهذا الكلام. المعيار الواحد هو المعيار المطلوب. طيب سعاده النائب لحتى بس ما طول عليك اكثر من هيك، بهمنا ناخذ وقائع من حضرتك. هل ممكن انه يتم توزير احد منكم يعني من حصه رئيس الجمهوريه؟ معلومات اخيره موجوده عندك. نحن من حصه الكوتا السنيه بالحكومه في 6 وزراء للسنه، نحن بيطلع لنا وزير من الست وزراء.
اللي عم بيألف الحكومة هو الرئيس المكلف وفخامة الرئيس، هن كيف بيتفاهموا مع بعضهم؟ نحن بدنا وزير من حصة السنة بالحكومة. نحن هيدا جونا وهيدا موقفنا، نحن فخامة الرئيس على رأسنا، نحن بدنا نشارك لنكون منتجين، لنكون مشاركين في النهضة تبع البلد اللي الكل متوقعها لإنجاح مسيرة العهد ولإنجاح والنهوض بالبلد. منا نحن جايين للقاهر ولنا جايين إنه نحن فيتين بمواجهة إنه نحن عم نحط طيب غيرنا عم يحط متفائلون تتوسمون خيرا متفائلون؟ نحن منتوقع انه مثل ما بقيت الحقوق وصلت لاصحابها، كمان نحن منتوقع انه حقنا بده يوصلنا، وان شاء الله لكل ات لناظره قريب. نعم، شكرا لك سعادة النائب جهاد الصمد لهذه المداخلة. شكرا. شكرا. في تعليق؟ ابدا ابدا. هذه الحكومة يعني واضح أنه نحن ننتظر اليوم توزير السنة، ويمكن كانت آخر العقد اللي ممكن نفكر أن توقف الحكومة. الكل كان يعتقد أنه العقدة قوتية والعقدة درزية، وفوجئنا أنه هذه المرة العقدة سنية. أنا متفائل. هل هو يعني تصرف المنتصر؟ أنا متفجأت. الحلف المنتصر صار عم يتصرف هيك؟ أنا متفجأت. كان في سوء قراءة من قبل الطرف الآخر لحقيقة الواقع، استسخاف، استسهال، خليني أو استفالية أو لبوبلات أو استسهال، فاكرينه مطلب ثاني. ما فيني قيم العمل حياة، ما إلي حق قيمه بأوصاف معينة، بس هيك بقرا. القراءة كانت غير دقيقة. طيب، عنا مؤتمر صادر دولة الرئيس، وإذا تشكلت الحكومة بتتسرع هذه الأمور كلها. في ربط بين مؤتمر صدر والإبقاء على النازحين في لبنان؟ هناك على شو؟ الإبقاء على النازحين في لبنان، يعني الهبات الدولية إذا تم منحها للبنان، في قراءة بتقول إنه هيدا مش ببلاش، هيدا لا من أجل ترويق اللبنانيين وترويضهم، وخلوا النازحين عنكم. لا اشرح لك الموضوع. نحن بالمجلس النيابي بالتوجيه من دولة الرئيس بري، نعم، نحن وخصوصا باللجان المشتركة كما كل اللجان، بس باللجان المشتركة هي الوضع إيدا، لأن بترأسها أنا، هي الوضع إيدا عن كل القوانين التي لها علاقة مباشرة بمؤتمر صدر، وأنجزنا الكثير ولا يزال البعض قيد الدرس والإنجاز. سنعمل مستحيل لتأمين كل القوانين بأسرع وقت ممكن لكي يصار إلى نقاش بأي جمعية، أي هيئة عامة ستعقد، وهناك نية عند الرئيس الحريري بهيئة مكتب المجلس. درسنا الموضوع، علق وزع جدول أعمال لجلسة عامة، ولكن لم تعين تاريخ الجلسة لأنه كنا ناطرين الحكومة إذا كانت معقولة تطلع. بدو ينعمل جلسات مناقشة عامة بعد جلسات مناقشة العامة مباشرة، وإلا ستعقد أيضا جلسة عامة لإقرار بعض القوانين التي لها علاقة بالصدر، لأنه نحن معتبرين أنه مؤتمر صدر هو حاجة للبنان وهو مفيد للبنان، ويجب أن تؤمن له كل الظروف المؤاتية. هلأ في منطق بيقول، وحاول البعض أن يجابه الرئيس الحريري بهذا المنطق، أنه بعض الديون التي طلبت هي ديون واشترط فيها العمالة الأجنبية أو شيء من النوع، هي غايتها قصة مساعدة السوريين على البقاء والباقي عدم حل مشكلة النازحين. نحن كان لنا المنطق التالي، وأنا كنت من أصحاب هذا المنطق، يقول التالي: نحن بحاجة من هلأ لثلاث أربع سنوات خمس سنوات حتى يأتي أول دولار من النفط والغاز، بحاجة إلى هذه الشحنة من الدعم. دائما الديون سيئة، وكانت دائما الاستدانة من الخارج، وما حدا بيعطيك مال كرامة سود عيونك، بيعطوك مال بنية ربطك أكتر وأكتر ببيوتات المال العالمية، وبالتالي بسرقة استقلالك السياسي، وهذا أمر واضح. طيب ألا يعي الذين يعولون عليه هذا المؤتمر؟ إذا بتخليني بس كفي النقطة، هذا واضح ومن سنة 91 مش من اليوم، 92 مش من اليوم. كل الخطة الإغراق في الديون والاستدانة، تسهيل عملية الديون والاستدانة، وبالتالي لربطك أكثر وأكثر ببيوتات المال العالمي اللي معروفة من مين ممسوك. نحن اليوم بحاجة لهذا القليل من الدين، لي
لأنه إحنا بحاجة إلى شحنة تمتد من اليوم حتى بدء المردود من النفط والغاز، وهذا أمر بده يرافقه طبعا بعض الإصلاحات في النظام، بده يرافقه عملية محاربة الفساد، بده يرافقه عملية بعض الأمور اللي بدها تجيب بعض المال والاقتصاد على البلد لتساهمي بصمود البلد لحتى تكون بلغنا مرحلة الاستفادة من المال والمال النفطي والمال الغازي والثروة الموجودة عندك. هذه هي الخطة. أما مسألة النازحين السوريين فليعلم القاصي والداني أن سياسة عودة النازحين السوريين إلى بلدهم هو أمر لا يقبل المساومة وغير قابل لأي طريق من طرق المراجعة، ورئيس الجمهورية الذي هو رمز الاستقلال والسيادة هي قضيته المركزية، وزارة الخارجية ما بتأثر إطلاقا في كل المنتديات الدولية من أجل تحقيق هذا الهدف. بعتقد صار في كمية رجعة وبيرجع منيح. امبارح قالوا لي في حوالي صاروا 50 ألف. أنا عندي 50 ألف اللي عادوا إلى سوريا وكتب على أوراق أنه ممنوع العودة، 50 ألف، وهذا قصة ماشي بالطريق، خصوصا بالاسترخاء اللي بيصيب الساحة السورية وانتصار الدولة السورية التي تم ومزيد من الاستقرار في سوريا. وهذا هل يمكن أن نرى العماد ميشيل عون في سوريا برأيك؟ هلا بعد أنا أعتقد أن العماد ميشيل عون من الممكن أنك تشوفيه ومن كان بكل أمر يراه يخدم مصلحة الدولة اللبنانية العليا، هو بيعرف يحددها في مضمونه وفي التوقيت. لا أحد يستطيع أن يضع حدود. كيف يستطيع أن يتحرك العماد ميشيل عون رئيس الجمهورية؟ هل سلم الرئيس الحريري بأنه عهده أو حكومته الجديدة تقع ضمن التسويات في المنطقة ومن بينها احتمال علاقة طبيعية مع سوريا؟ لكن إحنا ما قلنا حق أدبي أنه نحن نزرق الرئيس الحريري بشغلي هو أعلن وقال أنا ما بدي. نعم. وبالتالي بستقتضي مصلحة لبنان العليا أني ما كون ما بكون إذا كنت بدي شكل عقبي بهذا الطريق. أنا وهذا أمر يجب أن يحترم على هذا الكلام. نعم. وكلنا بنعرف أنه المتغيرات الإقليمية والدولية تساهم مساهمة كبيرة بتسهيل طريق الجميع لإعادة صياغة العلاقات مع سوريا. هذا أمر أبي تم عمليا، لأن السعوديين طيب والخليجيين ما يحكوا في وزراء أبي يروحوا على سوريا، في موظفين بالدولة اللبنانية أمنيين كبار مثل اللواء عباس إبراهيم اللي كان له دور مشكور وكبير جدا. نعم. في عمليات متعددة رايح جاي، في جيش أبي نسي أمنيا وعسكريا، في لجان ارتباطات أمنية، في وزراء بيطلعوا بينزلوا. هلأ بكرة في التنسيق الزراعي الاقتصادي، في سفير سوري بلبنان وسفير لبناني بسوريا، في المجلس الأعلى. هذا كله بيشتمن بعدم معرفة من الرئيس الحريري. وبالتالي ليش بدنا نزرق الرئيس الحريري ونتلزز منقول له تعا بدنا نزركك ونقول لك تعا هلا؟ يخطو الأمور على وقت. أنا ما سمعت تصريح سوري أبي طالب بزيارة رئيس الوزراء السوري، وبالتالي مش مزبور رئيس كبير الوزراء تتزر كيف في سبيل تحقيق الهدف. كله معه بيجي وعلى رواق، ومن استعجل الشيء قبل أواني عوقب بحرماني. نعم. آخر سؤال. لا ولكنه لا ما كنتيش جاز بتنبيني أو عم تعوديني على هذا. عم أهد لك أنه نحن عم نخلص. دولة الرئيس، ماذا يجري في العالم العربي؟ نتنياهو في سلطنة عمان. طبعا. ووزراء إسرائيليين في الإمارات وفي غير الإمارات. والخلات شو؟ كيف بدنا ننهي هذه الحلقة ونقتنع بشيء عم يتغير؟ هيت لأنهي لك إياها بهالصورة لحتى تتوضح. هذا شيء أقوله منذ سنوات. كل المشهد الشفتي بالعالم العربي بهذا الذي سمي ربيعا عربيا، ومشهد اللي بتشوفيه بالخليج، ولا اختصر to make the story short، مسألة المملكة العربية السعودية بالتحديد، انت ما بتتسائلي انه رئيس مثل الولايات المتحدة الامريكية بيقف بيقول انا خلال اسبوعين بتسقط المملكة اذا انا ما دعمتها وحميتها؟ نعم. طيب كلنا بنعرف
دور أمريكا بحماية المملكة، ضروري يقول هذا الكلام علنا. طيب بده مصاري، طيب بده مصاري، بيبعت واحد بيجتمع هو الأمير بيقول له كذا كذا وإلا كذا كذا، وأنا بعتقد ما في عقبات. ليش أبي أقولها؟ بكي بعته ما قبله. ليش أبي أقولها؟ ما حدا بيقول لا. ليش أبي أقول لا؟ أبي أقولها علنا. ليه؟ للإذلال. ليش بده يذل؟ تجاه مين؟ تجاه شعب المملكة، تجاه شعب الخليج، تجاه الرأي العام العربي والإسلامي، تجاه الرأي العام الدولي. اللي صار أكثر، شو في هاي الحملة اللي صارت بعد قصة الخاشقجي؟ هاي دي حملة أدت إلى شيطنة صورة المملكة العربية السعودية. طيب وقت يكون في إذلال ويكون في شيطنة، إيه؟ معناته هذا تمهيد لشيء ما. شو هو؟ أنا رأيي الشخصي هو إذلال الخليج لوضعه لقمة سائغة بيد الصهاينة للجوء إليهم لحمايتهم من الغرب وهجوم الغرب عليه، وبالتالي إسرائيل تتواجد في قلب الخليج، وهذا أمر أبي تشوفيه على قدم وساق، وبدك تشوفيه أكثر وأكثر، وهذه هي الخطة من طقطق للسلام عليكم والسلام عليكم وتصبحوا على خير. شكرا لك دولة الرئيس على وجودك معنا، شكرا للمشاهدين الذين تابعونا بدبلوماسية الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.